الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. بدأنا في باب الخلق في السبت الماضي ونكمل ما وقفنا عنده. يقول: وقيل للأحنف: ممن تعلمت الخلق؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قيل: وما بلغ من خلقك؟ قال: بينا هو جالس في داره إذ جاءت خادم له بسفود عليه شواء فسقط من يده فوقع على ابن له فمات، فدهشت الجارية فقال: لا روعة عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. يعني الحلم من الأخلاق العالية. فسئل الأحنف: كيف تعلمت الخلق؟ فذكر خلق فيه حلم وصبر وأناة وعفو، جمع هذا كله في حادثة واحدة، أن كانت هناك خادمة عند قيس بن عاصم المنقري، وكان زمان الخادمة بتبقى ملك يمين، يعني أما يملكها، يملك رقبتها. فجاءت إليه بسيخ، سيخ فيه لحم مشوي، سفود يعني سيخ محمي وفيه لحمة مشوية، فوقع من إيدها، وكان ابنه نايم طفل رضيع جنبه، فلما وقع عليها احترق الطفل ومات. فدهشت الجارية، طبعا البنت يعني كان قلبها يقف من الخوف، فقال لها: لا روعة عليك، أنت حرة لوجه الله تعالى. فهنا فيه صبر على مفارقة المحبوب، وفيه عفو عن الذي أذاه، وفيه الإحسان لمن أساء إليه، وفيه الحلم، فيها كل الحاجات دي كلها مجموعة هي الخلق الحسن. وقال شاه الكرماني: علامة حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤن. يعني الإنسان اللي يعيش معاك وما يجيلكش منه أذى خالص، ده عنده جزء كبير من حسن الخلق، وهو ده المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وانت لسانك ساعات في غيبة الناس، في غيبتهم تذكرهم فتغتبهم، يبقى برضو لم يسلموا، لكن في حضورهم ما تتكلمش، فبيسلموا منك في حضورهم لحيائك منهم. فإذا غابوا عنك يعني بدأت بقى تفتقد بكارة أعراضهم وتعيب فيهم وتغتبهم، يبقى ده مش حسن خلق. كف الأذى واحتمال المؤن، انك تحتمل ما الاذى منه وتحتمل المعاناة منه، لان الناس داء ودواء، الناس داء ودواء، فيهم الداء وفيهم الدواء، وفيهم المدخل، فيهم المدخل الى الله من خلال الناس لمن فهم. انت اذا رحمتهم واحسنت اليهم مع اساءتهم اليك، دخلت من خلالهم الى الله، الى رضا الله عز وجل، وتواضعت لهم. فان لم تحتمل وعملتهم بطريقتهم، من يسيء اليك تسيء اليه،
فكانوا هم الحجاب فيكون الداء، فهم الداء وهم الدواء على حسب تفاعلك معهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فحسن الخلق انك تتحمل أذاهم وتتحمل عنهم ما يتحملونه، فإذا وجدتهم يتحملون أمر تحمله معهم تطوعا، يقولوا عليها شهامة، تبقى الأمر ما يخصكش لكن شهامة، مد إيدك تساعدهم. والوقت الشهامة بقت قليلة، جرب كده عربيتك تعطل في الشارع ودور على حد يزق معاك ما تلاقيش. كان من 20 سنة كله يتطوع يزق معاك، كانت الشهامة عادية، كان يقول لك ولاد البلد كلهم شهامة، الوقت لا خالص، يقول لك ايه هتسخرنا ولا ايه كده، قال يعني دي بقى الجدعان. لا، الشهامة انك انت تساعد الناس قبل ان يطلبوا منك، انت كلك نظر، شايف واحد شايل حاجة تقيلة وبيعدي الشارع، قرب منه شيلها معاه، ما تاخدهاش من ايده خالص، لا يسيء الظن منك افتكرك حرام، لكن شيل الودن التاني تقوم تشيل معاه، تساعده، تاخد بايده تعديه لوحدك انت من نفسك. الوقت الواحد الشاب يبقى قاعد في الاوتوبيس ولا في المترو ولا في القطر قاعد مستريح، واحدة ست شايلة ابنها على كتفها ومش عارفة ايدها تسند، وهو قاعد ولا هو هنا قاعد يقرا في مجلة ميكي كأنه مش شايف حاجة. ده المناظر دي بنشوفها كل يوم، فدي ما يصحش نشوفها في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين اللي هم اصلا منسوبين لسيد الخلق اللي هو اللي على الخلق العظيم. ما ينفعش يعني المنظر ده، ما ينفعش تصوره كده وتكتب تحتيه دي بلاد المسلمين. لا يقولوا دي بلاد واقي الواق، يقولوا دي بلاد مثلا الكفار، تمشي. لكن بلاد المسلمين وتشوف المنظر ده، شاب قاعد وراجل عجوز واقف مش قادر يقف، وبعدين هو قاعد طول المواصلة وما يفكرش يقوم، او بنت واقفة في وسط زنقة بين رجالة وهو قاعد ومش قادر يستر يعني عرضها ويقعدها مكانه ويقوم هو، لو البنت دي اخته ولا امه ولا خالته ولا زوجته يرضى هذا؟ شوف ادي معنى، ادي حسن الخلق. حسن الخلق سلوك مش كلام يتقال ولا يتدرس، دي حاجة كده يعني هبة من الله. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حاضر هذا الموقف كان يرضيه منك عملك ده ولا لا؟ حسن الاخلاق. الصحابة كانوا كده، احد الصحابة كان عنده فرس بيقاتل عليها، كانت معروفة تمنها 30,000 دينار، فرس غالي، عارف 30,000 دينار ايام الصحابة دول اللي ما بيلاقيش ياكل دي، يعني ولا اجانس عربيات مرسيدس، مش عربية واحدة، ده اجانس كبير كأنها مثلا عزب كبير، فرس بيقاتل فيه وكان معروف تمنه. فواقف يصلي، وهو بيصلي جاء واحد راح فك الفرس وخد، هو شايفه بس استحيا ان يقطع صلاته من اجل دنيا. شوف الصحابة مفهومهم مختلف عنا. فاتم صلاته واعتبر ده بلاء من الله، خلاص هو ده الفرس بتاعه راح، ربنا بيمتحنه ان الراجل يجي وقت الصلاة، هو فهمها كده عشان ربنا بيمتحني، انا هاقبل على صلاتي ولا اقبل على دنياي، مع ان الفرس ده بيجاهد فيها في سبيل الله، يعني ممكن يجي له من باب العلم يقول له انت بتجاهد، ما الجهاد عبادة برضه، ويطلع وهو طالع من اجل دنيا لكن بغلاف من اجل ايه؟ من اجل دين، خد بالك لانه بيلبس الشيطان على الانسان. لا، الصحابة ما منورين بنور النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فهم ان الموقف ده ربنا عايشه فيه. انت الوقت تقبل على صلاتك ولا تقبل على دنياك؟ فاختار صلاته وترك الفرس، يفكها ياخدها، مش فرس عادي. فالراجل خد الفرس وراح لاهله عارفين، وقال له ده فرس فلان، ما هو معروف، ما فيش فرس بالمنظر ده، ازاي تاخده؟ ده راجل فارس، ده لو عرف يجي هنا يجيب لك عيلته كلها، يجي يقتلنا وياخده مننا. فراح الراجل لما خوفوه راح رجع بالفرس رجعه له، وهو بيقرا التشهد لسه ما خلصش الصلاه، الفرس راحت ورجعت له وهو لسه في الصلاه.
فلما خلص الصلاة وشاف الراجل جايب الفرس قال له لقد تركته في ميزان حسناتي فلا أقبله، خذه وعد به. شفت بقى، فاهم يعني ايه الدنيا؟ ادي مفهوم الصحابة اللي فهموا من النبي نظرتهم للدنيا. انت لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان ده صغير وقليل بالنسبة للي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتأتيه الاموال من كافة، بلاش تأتيه، ده عرضت عليه من الله، الجبال تبقى ذهب في ايده وفي ايد غير تراب، فأبى صلى الله عليه وسلم. وكانت تأديه الغنائم يعني تملى ربع المسجد، يحطوها له خلف المسجد تملى ربع المسجد بتاعته، غنائم ذهب وفضة وأموال. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الصبح إلى الظهر يوزعها كلها، وينوي صيام لأن لا يوجد في بيته شيء يأكل. يعني شوف أنت حالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه، نظرته للدنيا، وكيف كان ينظر للناس، وكيف كان يرحم الناس، وكيف كان يؤذى فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أدي حسن الخلق، دي أمثلة بسيطة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني انت مش هتقدر توزع على كل واحد تقابله من المسلمين اموال، مش هتجيبها منين، لكن تستطيع انك انت توزع ابتسامات ويبقى كده وجهك مبسوط امام الناس، مش كشف. لان انت لما تقابل واحد بوجه طلق تشرح صدره، ينشرح صدره كده، مجرد ان شرح صدره كده ولم ينقبض يبقى انت ادخلت السرور عليه، وادخال السرور على قلب المسلم من الخصال الموجبة للجنة. فدي حاجات بسيطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله انها في الميزان ثقيلة، ثقيلة في الميزان. اقربكم مني منزلا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. بكرة هيبتدي واحد ذو الحج، كل الناس مستعدين عايز يتسحر ويصوم بكرة ويصوم بعده لانه الصيام سهل. اولا الصيام هيوفر فلوس وهيوفر اكل، ويقول لك يلا فرصة عشان اخس وفرصة عشان ابقى رشيق، يعني برضه له فوائد فيها اخرى. لكن طيب ابتدي كده اعزم على حسن الخلق من بكره، ما دي عباده برضه، عباده صعبه بقى. اعزم على حسن الخلق في الايام بكره دي، من بكره لحد اول يوم العيد. العمل الصالح عند الله ليس ايام احب من العمل الصالح فيها عند الله مثل هذه الايام. فقال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج بماله ونفسه فلا يرجع بشيء. طيب من العمل الصالح حسن الخلق ان تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تحسن الى الناس، تكف اذاك عنه، مش ده حسن خلق؟ ولا العباده انك تصوم وخلاص وتقعد طول النهار لسان زي المبرد ووش كشر وكلام ما يليقش، هي دي العباده؟ ما اسهل العباده، ده دي عباده الجهله، عباده العباد الجهله، عباده العابد اللي فاهم انه يحسن اخلاقه مع الناس، يقنع بما أقام الله فيه، يرضى بما قسمه الله له، لا يحسد أحد، لا يحرص على أمر لم يكتبه الله له، لا يسارع بالانتقام إذا أسيء إليه، يصفح ويعفو، يطول باله على الناس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويحلم عنه. مش دي عبادات برضه؟ ولا العبادة تجيب سبحة تقعد تتمسم وأول ما واحد يقرب منك تروح تافف في وشه؟ ما ينفعش كده. عبادة إيه دي؟ عبادة ايه بقى التمتمة دي؟ يقول لك اصل انا بختم القرآن كل ثلاث ايام، وبعدين تيجي تتعامل معاه في تجارة ياكلك وياكل اموال المسلمين، طب وبعدين؟ ايه فايدة يعني ختم القرآن كل ثلاث ايام؟ يقول لك انا ما يفوتنيش العشر الاواخر من رمضان لازم في الحرم، وبعدين تدور عليه تلاقيه واكل ميراث اخواته البنات، واكل ميراث قرايبه، واذي جيرانه. طب وبعدين؟ هي دي بقى العبادة؟ فلازم الواحد يفهم مفهوم العبادة مفهوم ثاني اعلى، اعلى من كده. الصحابة كانوا كده، سيرتهم كانت كده، في سيرتهم ونمطهم في حياتهم كان كده، عشان كده انتشر الإسلام على أيديه، وإحنا انحصر الإسلام على أيديه، الإسلام قاعد بينحسر على أيدينا إحنا، ليه؟ لأننا فاهمين الأمور بطريقة مغلوطة معوجة، لكن الصحابة كانوا فاهمينه بطريقة بسيطة، بطريقة بسيطة سهلة مش معقدة، إن الدين ده سلوك، إن الدين ده تعامل مع الناس، رحمة بالناس، شفقة بالناس، هو ده الدين. الدين مش ان انا اشتغل قاضي، الطالب من دول يجي يدرس الفقه علشان مش يتعلم الفقه، لا علشان يحكم على الناس، يبقى تارك الصلاه كافر،
هو قاعد بيتعلم الصلاة عشان يعرف ازاي يصلي؟ لا، علشان يحكم ان اللي ترك الصلاة ده كافر مجرم، يقوم يطلع من الدرس يتف في وش الناس اللي ما بتصليش، مش ياخد بايديهم. فاهم غلط، يبقى بيدرس العلم بطريقة غلط. احنا ندرس العلم علشان نصل الى الله، ولا نصل الى الله الا بان نشفق على الناس. الرحمون يرحمهم الرحمن. فلو العلم هيديك الكبر والغرور وهتشتغل قاضي على الناس وتحكم عليهم، يبقى اتركه احسن، روح بيع لب احسن، ما تضيعش وقتك، لان هيبقى حج عليك وهيحجبك. فخليك احسن تروح اشتري كام برتقال كده من سوق العبور وحط كده جنب الازهر واقعد بيع بالكيلو، اكسب لك واحسن لك. لكن تيجي تتعلم العلم وتحضر الدروس علشان تشتغل قاضي على الناس وتتعالى على الناس وتقول انا كده هبقى عالم، اول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم وجواد وشهيد. فربنا يسلمنا. وقيل لذي النون المصري: من اكثر الناس هما؟ قال: اسوأهم خلقا. لانه طبعا السيء الخلق ده همومه كتير، عايز ينتقم من ده ومتغاظ من ده ويشتم ده ويرد على ده ويتف على ده واكل مال ده، ده شغلانه كبيره، ده مهموم هموم كبيره قوي. لكن حسن الخلق ده مستريح، مفيش في قلبه شيء لحد، لا يبغض احد، كل حاجه من الله رحمه، فتلاقيه مستريح سعاده، في سعاده كامله. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال وهب: ما تخلق عبد بخلق 40 صباحا الا جعله الله طبيعة فيه. يعني انت اما تحب تزرع في نفسك خلق حسن، اعمله في نفسك وراقب نفسك فيه 40 يوم ورا بعض، تجيبهم 40 يوم ورا بعض، تبص تلاقي بعد كده بقى خلق فيك خلاص مغروس فيك، ما تعرفش تغيره. يعني انت عايز تتعود انك تحلم على الناس، راقب نفسك كده واكتب: بدأت احلم على الناس ابتداء من يوم الاحد 1 ذو الحجة 1426 هجري مثلا، وايد بقى عندك في الكراسة كل يوم حصل موقف وحلمت على الناس، ماشي صح، مش اليوم ده كله على خير الحمد لله، جالك يوم لم تحلم على الناس فيه، وقفت موقف في الاتوبيس واحد داس على رجلك، فلما داس على رجلك قلت له: لو سمحت انت كده ألمتني. قال لك: ما انت تستاهل. قل له: انا استاهل يا مجرم. ورحت اديته بالبوكس في وشه، يبقى اليوم ده فشلنا، تروح اليوم ده شطنا، يبقى نبتدي من اول وجديد، نبتدي من اول وجديد. لازم متتالية، لازم 40 يوم متتالية تبتدي بقى من اول وجديد. هنبتدي بقى ان شاء الله من يوم 1 محرم، احنا فشلنا الحمد لله، ماشيين بقى لنا 10 ايام حلوة قوي، وبعدين جينا في يوم تاني واحد غلط فيا فرحت رديت عليه، هنبتدي من اول وجديد تاني، اليوم ده فشل، تاني من بكرة، وهكذا. تفضل كده مع نفسك لحد ما تجيب 40 يوم ورا بعض، هتلاقي نفسك بقيت حليم لوحدك بقى، لان بقى خلق فيك. خلصنا خلق الحلم، نبتدي بقى بعد خلق الحلم خلق الايه؟ العفو. لأنه ممكن الإنسان يحلم يعني يصبر، لكن يكتم الغل يبقى مغلول لكن بيصبر. فهمت ذلك؟ متك على سنانه من جوه، سنان قلبه يعني، فهمت؟ يبقى ده حليم في الظاهر، غلاوي في الباطن، بيغل. يبتدي عايز له 40 يوم تانيين يصبر على الناس وما يبقاش في غل، عشان يعفو بقى، يبقى عنده العفو. يقعد بقى 40 يوم حلاني على ما يجيب 40 يوم ورا بعض، جابهم الحمد لله، يبتدي يجرب بقى 40 يوم 30 انه يحسن لمن اساء اليه، يبقى هيصبر ويعفو، وبعدين يعمل مرحلة تانية يحسن اليه، يقول له: يا سلام، يسيء اليك ده: جزاك الله خيرا، اكرمكم الله، والله انا استاهل. زي واحد مثلا يقول للواحد: يا منافق. قال له: والله صدقت، ده انا من زمان بدور على واحد يعرف الخلق ده فيا ويقول لي عليه، جزاك الله خير، ادعي لي. انما قبل ما كان يتعلم الحلم والصف، لو كان قال له: يا منافق، لو قبله قبلها ب 120 يوم كان مسكه قلع الجزمه وضرب دماغه عليه،
ازاي انا منافق يا مجرم؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ ده ما تعرفش انا بني... ده انا حافظ القران كله يا مجرم، ازاي ابقى منافق؟ ده انا مصلي الفجر النهارده يا جماعه يا ولد يا قليل الادب، لا وصايم كمان. وهكذا، يبقى مش هتنفع. يبقى الحكايه مش نافعه. فهمت بقى المساله؟ فلازم الواحد قدامك اخلاق كتيره قوي عايز تتكسبها، قدامك كام 40 يوم. كام 40 يوم على ما يكمل اخلاقك. رتب نفسك بقى. فانت ممكن تجمع ثلاث اربع اخلاق كده وجابهم في 40 واحد. وقول يا رب نستعين بالله. وتستعين بالله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو صاحب الخلق العظيم. يوم يجي لك من مدد النبي. لأن مدد النبي ده نور، يجي لك في القلب كده تبص تلاقي الخلق العظيم يبتدي يدخل فيك حبة حبة. بكثرة شفاعته لك. ليه؟ لأنه مطلع عليك. أنت طالع مريض وبتواجه الناس بمرضك. وبتستعين بالله متشفع بالنبي بالصلاة عليه. علشان تعرف تواجه الناس دي كلها بايه؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي ربنا ايه؟ يجبرك وتعدي الامور. فجرب كده. اذا كنت رغاي جرب نفسك، قلل الكلام وما تتكلمش الا لضروره لمده 40 يوم. تبقى حزقك السؤال وهتموت عليه. لا ما تقولش. جرب كده. زي احد الصالحين قال ايه؟ ادبت نفسي اني جلست في مجالس العلماء 24 عاما، وكان السؤال والمناقشة عندي احب الي من الماء البارد، وكنت لا اناقش. بيعلم نفسه ازاي يمسك نفسه. تبقى الكلمة على في قلبه وعلى لسانه وعايز يقولها محزوق على الاخر، لا ما يقولهاش. جرب كده 40 يوم، لان الانسان بلسانه بيروح في داهيه. طب جرب بقى واعمل كده كل يوم بالليل. تعمل صح ولا هتعمل غلط؟ اتكلمنا. كل يوم بالليل كانوا بيعملوا جدول المحاسبة زمان كده، كانوا بيوزعوا جدول المحاسبة. الشيخ حسن البنا كان عمل كده الجدول ده زمان، في وزعه على صغار الاخوان. بس كانت محاسبة في الظاهر، احنا عايزينها محاسبة في السلوك. يعني جدول المحاسبة ده بتاع الاخوان كان ايه؟ صليت الصلوات الخمس في المسجد ولا لا؟ قرأت حزبك القرآني ولا لا؟ لا، احنا عايزين بقى بجانب ده حط بقى السلوك بقى، الاخلاق الحلوة كمان، حط خانة كده للاخلاق العظيم. وإلا قد تكون صلاتك صحيحة غير مقبولة. ربنا بيقول ايه؟ انما اقبلوا الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة، ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق، ورحم الارملة والمسكين وابن السبيل، وقطع النار في ذكر. يبقى ربنا يقبل الصلاة الصحيحة للمتواضع، الذي لا يستطيل على الخلق، اللي يكسب من ذكر الله، اللي بيرحم الناس. يبقى المسألة كده. جرب نفسك، انت عندك رحمة، عندك شفقة، عندك تواضع، عندك ايه؟ وحاول تتخلق. وربنا يوفق. وقال الحسن البصري في قول الله تعالى: وثيابك فطهر، اي وخلقك فحسن، لان اخلاقك هي زينة باطنك، زي ما الثوب كده زينة الظاهر، فأخلاقك هي زينة الباطن. فثيابك فطهر، يعني خلقك. فهما هو بمعنى آخر إشاري، لأن إذا كانت النجاسة الظاهرة مطلوب أنك تتخلص منها، فالنجاسة الباطنة أشد. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، مش كده؟ باطن الإثم اللي هي في الأخلاق الذميمة، وظاهر الاسم اللي هي الحاجات الظاهرة. وقيل كان لبعض النساك شاة فرآها على 3 قوائم، فقال: من فعل بها هذا؟ يعني لقى رجلها اتقطعت ومشي على 3 رجلين. فقال غلام له: انا. فقال: لما؟ قال: لأغمك بها، عشان كل ما تشوفها كده تبقى مغموم. اذى بقى، يعني واحد ربنا بعت له واد يأذيه. فقال: لا، بل لأغمن من أمرك بذلك، بل لأغمن من أمرك بذلك، بل لأغمن من أمرك بذلك، اللي هو شيطانه يعني، اذهب فأنت حر. كان عنده غلام يعني عبد. فالعبد شيطانه سول له إيه؟ قال له يعني غم سيدك ده ولا سيدك بإنك أنت تقطع له رجل الشادي، كل ما يشوفها طول ما النهار رايحة قدامه كده
يوم هو يبقى مغموم. فقال له لا، ده انا لاغمن من امرك بذلك، اللي هو الشيطان، اذهب فانت حر. فيبقى اساء الشيطان بايه؟ باحتمال الاذى وبالحلم والصبر والعفو والاحسان لمن اساء اليه. يبقى هنا اساء للشيطان. لكن هو الشيطان كان عايزه ايه؟ يوم هو يتنرفز، يوم يرزع الواد علقه، يوم يموته، يبقى قتل نفسه. يا يبقى الشيطان ينبسط. وانت بتقرا في الجرايد دلوقتي ساعات حوادث، يقول لك رب منزل كانت عندها خدامه قام قعدت تعذبها بالتحمي مش عارف البتاع، وتعمل على اجسادها مش عارف، تعمل فيها حاجات غريبه الواحد يعني حتى ما يقدرش يحكيها. ازاي بيجي لهم قلب وهي جايه اصلا حره؟ دي مش امه، مش ملك يمين، دي حره وجايه بتشتغل عندها علشان الزمن حواجها، حواجها ليها للاسف، تقوم تعمل فيها كده. حرام، حرام من اكبر الحرام. لكن هي تعمل فيها كده وتروح تصلي، اصلا ما تضيعش صلاتها، وعلى ما تختم الصلاه تقوم تروح ايه غرزه المعلقه السخنه في جسمها، وبعدين العصر جدا تجري جاريه تتوضا الحمد لله ما شاء الله، وبعدين بعد كده تروح مخزقه عينيها. ده اسمه كلام بقى؟ ده مسلمين دي؟ وقيل لابراهيم ابن ادهم هل فرحت في الدنيا قط؟ قال نعم مرتين، احداهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء انسان وبال علي. ده لما فرح يعني، اصله كان بيبقى الهدوم رصه من كتر السفر، فيجي ينام في حته في ركن كده ينام ومغطي نفسه بهدومه فيفتكره كوم زباله، فيجي يروح يبول عليه، ما هو مش فاهم ان ده انسان، هو فاهم ان ده كوم زباله. فبيقول لك مره كنت نايم النومه دي ومتغطي بالثوب بتاعي، فجاء واحد بلع علي افتكره كوم زباله، فقام ايه ما رضاش يشيل علشان ما يسوقوش يوم ايه يكشف عورته، يشوف عورته وانه يقطع بولته. شفت الرحمه بقى؟ ما هو النبي قال كده لا تزربوه، مش الراجل وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حصراه البول، فقام راح وقف في قبلة النبي، قبلة النبي يا ده الواحد بيبقى عايز يعني يلحسها بلسان مش يمرغ جبهته عليها، وراح بال فيها. هو ما يفهمش لسه حديث عهد الاسلام، ما يعرفش، كل الناس بتبول حتى البهايم بتبول، ايه المشكلة؟ هو بيعمل حاجة غلط؟ فحزق البول، قام راح شلح كده وقف يا بول. الصحابة طبعا مسلمين بقالهم سنوات عارفين ان البول ده نجس، عايزين يقتلوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم لا تزربوه، يعني لا تقطعوا بولته. شوف الرحمه. وبعدين الراجل بعد ما جاء قعد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لم يجعلها الله لمثل هذا، اريق عليه دلوا من ماء. يبقى اتعلمنا منه ازاي نطهر الارض، واتعلمنا منه رحمه النبي بالناس، وتعلمنا منه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منه ازاي نتعامل مع الناس الجهله اللي هو ما يعرفش لسه، فحاجات كتيرة. يبقى جزاه الله خير، ده كانت بولة دي مفيدة جدا، ما كانتش بولة أي كلام، أظهرت خلق النبي العظيم وعلمتنا إزاي نتعامل مع مثل هذه المواقف. فجاء إنسان وبال علي، والثانية كنت قاعدا فجاء إنسان وصفعني. كان قاعد كده فجاء واحد راح ضربه على 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 وشه يعني. هو ايه اصله؟ بيرى ان اللي جاي يضربه ده مين؟ ده عبد لله، وعبد الله ده لا يتحرك الا باذن مالكه، فيبقى الصفعة دي من الله، كأن ربنا بعت له ايد تضربه علشان تفوقه، فهو مش زعلان من اليد دي، ده هو فاهم ان هو يستحق هذه الصفعة، فطالما هو بيستحقها يبقى يقبل هذه الايد اللي هي ادت له حقه. دي اسمها وحدة الشهود عند الصوفية، يعني يرى ان اي شيء يؤذيه هو من الله اليه، اما لرفع درجاته او لتكفير سيئاته، فهو جاي له رحمة على كل حال، يا اما بيكفر سيئاته يا اما بيرفع درجاته، فيعتبرها لا ينظر للاذى انه من الفاعل الظاهر، بل ينظر منه انه من فعل الله عز وجل، وطالما من فعل الله يبقى خلاص تقبل. يبقى دي نظرتهم مختلفة، دي اسمها وحدة الشهود عندهم.
وقيل كان أويس القرني إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة، كانوا بيظن أن أويس القرني، وكان ده من كبار التابعين، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقال لسيدنا عمر بن الخطاب لعله يأتيك في أزواج أهل اليمن، فجاء لسيدنا عمر في خلافته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان بارا بأمه، وكان به برس فبرئ إلا موضع درهم كما وصفه النبي. فقال النبي سيدنا عمر لو رأيته يا عمر فاسأله أن يدعو الله لك، يعني دعاء مستجاب. رويس القرني ده كانوا في ناس بتفتكره مجنون، لأنه كان ليه أحوال كده، تملي أهل الله كده تلاقيهم ليهم أحوال، لأنه ماشي بيراقب نفسه. فلما يجي مثلا تعرض عليه أمور وبعدين يجد أنه هو هياخدها بشهوة نفسه يقوم يجري، يقوم لما يجي واحد يعرض عليه مثلا سندوتش ياخده، الإنسان العادي يقول له شكرا أو يقول له جزاك الله خير أو ياخده ويأكله. هو لما بيراقب نفسه هياخده بنفسه بشهوة نفسه ولا هياخده بالله؟ فلما يجده بشهوة نفسه يقوم إيه، يديله ظهره ويجري، يقوم يفتكره مجنون، يقول لك إيه الراجل المجنون ده، ده أنا بديله سندوتش يقوم يجري، حاجة غريبة أوي، وأنا بديله عقربة ليه؟ لأنه هو ماشي بيراقب قلبه مش بيراقب الناس. في ناس كده من الأولياء فبيشتهر عنهم بسبب تصرفاتهم الغريبة دي بين الناس انه مجنون، يقولك ده راجل مجنون يا عم، مكذوب، عنده اهل احوال. فأويس القرني كان اشتهر بين ايه اهل منطقته يعني انه مجنون، فما كان يجي يمشي العيال الصغيرة ترميه بالحجارة، المجنون او المجنون او يرموه بالحجارة زي الاطفال. فكان يقول لهم ايه، فيقول ان كان ولا بد فارموني بالصغار كي لا تدقوا ساقي فتمنعوني عن الصلاة، ان كانوا لابد وفرحانين او انكم تضربوني بالحجارة فخلاص ما يجرى، اعملوا اللي تفرحوا بس خليها بحجارة صغيرة شوية عشان ما تعورش ساقي او ما اعرف اصلي قائم بدل ما اصلي من قعود. شفت الصفح، شفت العفو، شفت النبي لما عملوا كده في الطائف وجاءه ملك الجبال ان يطبق عليهم الاخشبين فرفض، الملك تعجب من حلم النبي، الملك نفسه تعجب من حلم النبي وقال صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تتعجبش بقى من كلام أويس، ما النبي عمله صلى الله عليه وسلم. وشتم رجل الأحنف بن قيس وكان يتبعه، يعني الأحنف بن قيس كان مشهور من أحلم العرب، كان صفاته له صفات عظيمة يعني. فكان واحد قاعد يشتمه، كان الأحنف بن قيس ده من كبراء قومه، فواحد قاعد يشتمه وماشي وراه يشتمه. فلما قرب من الحي، من الحي بتاعه بقى اللي هو أهله بقى وعشيرته، وقف وقال يا فتى إن بقي شيء فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيجيبوك. قال له لو ناقص حاجة نفسك تقولها يلا خلصها بسرعة قبل ما الناس هنا قرايبي يعرفوا يطلعوا بعد كده يشتموه، خلص اللي عندك. جرب كده تتخلق بمثل هذه الاخلاق في مواقف بسيطة انت بتعيشها، يعني لو قارنتها بالمواقف اللي احنا بنحكيها دي انت كده ولا حاجة، لكن انت بتستحملش ليه؟ اصل انت طبعا اللي يرشك بالمية ترشه بالدم، طبعك حامي. لا خلي بقى ايه، يعني خلي عندك حلم واخلاق، هو ده التصوف، تصوف سلوك، مش انك تقرا كتاب ولا تحضر درس ولا تشتري سبحة ولا تروح تاخد العهد من الشيخ وخلاص، لا التصوف ده سلوك، بل كل الحاجات دي كلها وسائل للوصول للسلوك وليست هي الهدف، الهدف انك انت يبقى سلوكك بهذه الطريقة. وقيل لحاتم الاصم، عارف انت سموه الاصم ليه؟ حاتم الاصم هو ما كانش اطرش ولا حاجة، ده كان راجل شيخ كده عالم كبير، جات له واحدة ست تسأله على مسألة فقهية، فالست وهي بتسأله يبدو ان خرج منها ريح بدون ما تقصد فعامل صوت، فالست احرجت حرج شديد قوي كده قدام الشيخ كسفت جدا، فقام الشيخ ما مش عايز يزيل الحرج عنها، ما لاقي بتقول ايه يا بنتي علي صوتك، فافتكرته انه اصم علشان ايه تطمئن ان هي ايه ويروح من خاطرها ان هو سمع، تقول الحمد لله طلع اطرش، فطلع اشتهر بالاصم من اجل هذا. اخلاق عالية، مش الوقت يقولك هات مشمك، بيحصل كده؟
ما يصحش. الستر جميل والرحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعجب، يعني يتعجب من ضحك الرجل من الدرطة. الدرطة اللي هي الصوت اللي يطلع من الانسان كده، يقول تتعجبون من الدرطة، يعني وتضحكوا منها. كان يتعجب النبي، تتعجب من حاجة انت بتعملها. فافرض ان انت سمعتها من واحد عنده العضلة بتاعته ضعيفة مثلا، ما بيعرفش يحبسها. في ناس مبتلى بامراض، عمل عملية او هو ضعيف او بتاع، خرجت منه خلاص، وهو راكب الاوتوبيس جنبك، خلاص عديها. مش ايه ده اف ايه ده، وتبين انك انت سمعت وتأففت. لا، خليك كده يعني لطيف، خليك راجل ظريف، ما تحسست الناس بانك انت اتضايقت، تنزل المحطة اللي بعدها خلاص، لكن ما تحسسوش كأن دي محطتك، واركب الاوتوبيس اللي بعده، يمكن يبعت لك واحد تاني يعمل اسهال على حجر عشان تحرم بعد كده ويتقايع على 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 بنطلونك. مش في ناس بتتقايع في المواصلات؟ يركب الاوتوبيس من هنا نفسه تقب عليه يتقايع. فانت زعلت من ده، يجي لك واحد بقى بيتقايع، يتقايع على البدله الجديده. ما هو كل ده ادب، ربك بيأدبك سبحانه وتعالى. وروي ان امير المؤمنين، وقيل لحاتم الاصم ايحتمل الرجل من كل احد؟ فقال نعم الا من نفسه. يعني انت تتحمل كل الناس وكل اساءة الناس الا نفسك مطلوب انك تخالفها. يبقى انت المفروض انك انت ما تتحملش نفسك، انما تحمل كل الناس. فهمت ازاي؟ تتحمل كل الا نفسك، لان انت مأمور انك انت تهذب هذه النفس. ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فانت مأمور بتزكية نفسك، مش بتأديب الناس وتربي الناس. تقول لك اصل الناس بقول لك الادب، انت هتربيهم؟ طب ما تربي نفسك، ما انت من الناس، ما انت كمان قليل الادب. ربي نفسك، انت مسؤول عن ادب نفسك، مش مسؤول عن تؤدب الناس. مش كده برضه؟ ادب نفسك. الناس قلالات الادب صدقت وانت من، طب ادب نفسك بقى، ما تأدبش الناس. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده بيقول لك تحتمل الاذى من كل الناس الا نفسك، لان انت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. مش النبي قال لك كده صلى الله عليه وسلم؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. انما يقول لك لا، انا لازم ادب الناس، اعرفهم معامهم، بس هم مش فاهمين، وهو اسوأ منه. وروي ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه دعا غلاما له فلم يجبه، فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام اليه. فقام سيدنا علي، قام شوف الولد اللي بيناديله ده بقاله ثلاث مرات ما بيجاوبش، لا يكون مات ده ولا جرى له ايه. فقام فرآه مضطجعا نايم كده ومفتح عينه، فقال اما تسمع يا غلام؟ فقال نعم. هي هتبقى بلا يعني، لان هنا السؤال بالنفس، يبقى الاجابه بلا، مش كده برضه؟ لكن هي مكتوبه نعم. قال فما حملك على ترك جوابي؟ فقال امنت عقوبتك فتكاسلت. فقال امضي فانت حر لوجه الله تعالى. لما سيدنا علي، سيدنا علي شوف سيدنا رسول الله يقول ايه، اقضاكم علي، اهي دي قضيه. الواد ده بقى قضيه، بقى مشكله، واد في البيت مشكله، جاي بنت عشان يخدمك وهو خلاص مش هيجاوبك ولا هيسمع كلامك، تقوم تعمل فيه ايه؟ ترزعه على ما هو مش نافع خلاص. طب اكسبه بقى في حاجه. أم سيدنا علي قال ايه؟ بدل مش عارف انا اكسبه في دنيتي، اكسبه في اخرتي. فقال اذهب وانت حر. في الحال كده هو هيكسبه برضه، بس هيحطه في صيبة حسنات. لكن لو كان رزعه على كان هيعمل ايه؟ لا هيكسبه في دنيته ولا في اخرته. شفتوا بقى سيدنا علي ازاي بيحكم الامور بسرعه؟ مش زيك انت متسرع. انت متسرع كنت هتديله بالشلوت، تقول له انت بقى امنت عقوبتي، طب انا هوريك عقوبتي ازاي عشان لا تامنها بعد ذلك، وتديله علقه ما ينساهاش. طيب وانت كده تبقى، وبعدين الواد بعد كده يعني يمكن ما يتعدلش كمان، ويمكن من العلقه دي يتكسر وتقعد انت بمرض فيه شهر وشهرين وتتكلف فلوس. ما هو الاسهل طالما انت مش هتنتفع بيه في الدنيا انتفع بيه في الاخره. شفت كلام سيدنا علي بقى؟ فقال انا انتفع بيه في اخرتي احلى بقى، طالما انا فقدت ماليته في الدنيا يبقى لا افقده في الاخره. فقال اذا فانت حر بسرعه كده،
كده سيدنا علي كان كده في القضايا بتاعته سريع القضاء، كان يسأل في مسألة الإرث وهو على المنبر عويصة يجاوبها ويقسمها وقبل ما ينزل يقول للزوجة كذا وللابن كذا والابن الابن كذا على طول يقسمها. كان أقباكم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي مرضوش يخرجوا معاه في قتاله في الفتنة بعد سنوات ندموا ان هم ما خرجوش. ليه؟ لان اتضح لهم ان كان فقه سيدنا علي هو اللي ارجح، وان خروج سيدنا علي كان هو الاولى، وان قتال سيدنا علي هو اللي كان الصح، وان الامتناع عنه كان هو ده الخطأ. شوف قد ايه. لكن سيدنا علي كان من سرعة قضائه كان ما يلحقوش الصحابة، فبعضهم كان يتوقف مختلط عليه الامور مش عارف يمشي ولا ما يمشيش، يقاتل ولا ما يقاتلش. سيدنا علي خد رأي القتال بسرعة كده، وبعدين بعد 20 سنة يتضح لهم ان رأي سيدنا علي هو اللي صح. طب ما كنت تمشوا معاه؟ سيدنا عمار بن ياسر ريح نفسه مشي مع سيدنا علي على طول، اي قضاء يعمله سيدنا علي وراه، واخد بالك؟ فما لم يندم اللي ما خرجوش مع سيدنا علي هم اللي ندم، لان نسيوا قول النبي او لم يسمعوا اقضاكم علي، اقضاكم علي. وكان الرسول يقول له اللهم سدده، دعاله كده قالوا اللهم سدده. فكان هو سيدنا علي كان صالح في وقت الفتنة دي ان هو اللي يقود فيها حكم الله فيها ويطلع حكم الله فيها باجتهاده. فالناس اتعلموا قتال اهل البغاة من سيدنا علي، وتعلموا مواجهة الفتن من سيدنا علي. ما كانش حد هيعرف يعلمهم كيف يواجه مثل هذه الفتن الا سيدنا علي، لسرعة فقهه ولفهمه ولكثرة علومه ولكمال ديانته ولموت نفسه. فما كانش عنده شهوة، لا يقاتل من اجل دنيا ابدا صلى الله رضي الله عنه وارضاه. فقال له ايه؟ امضي فانت حر لوجه الله تعالى. وقيل نزل معروف الكرخ الدجلة ليتوضا، نهر الدجلة ده في بغداد كده ربنا سبحانه وتعالى يحررها ويرفع الفتن. نزل معروف الكرخي الدجلة ليتوضأ، ووضع مصحفه وملحفته، حط المصحف بتاعه والايه واللحاف بتاعه، لف المصحف عليه ونزل يتوضأ بدجلة. فجاءت امرأة وحملتهما، يعني حرمية، جاءت واحدة سرقتهم ومشي. فتبعها معروف وقال يا اختي انا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب، ادام ما عندكش حد بيعرف يقرا طب اديني المصحف بس وخذي اللحاف. انا مش عارف. شوف حسن الخلق بقى، هو اعتبرها انها بتسرق لحاجه، يعني مش حراميه متمرسه، هو اعتبرها كده من حسن الظن ان المسلم ما يسرقش الا لشده الحاجه، وان كان خطا بس لضعف ديانته، فهو عذرها في ضعف ديانته وعذرها لحاجتها وظن بها انها في شده الحاجه. فقال لا والله لو عندك ابن بيقرا كان هيسيب لها المصحف كمان. طب زوج بيقرا؟ قالت له لا زوج بيقرا ولا ابن بيقرا. قال لا طب اديني المصحف بقى وخد الملحف. شفت الرحمه؟ ويمكن ما عندوش الا اللحاف ده بس، وانت عندك 10 لحاف، وحد يقدر يقرب له زرار؟ ليه بقى؟ 7 البرومبه. انا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الثوب. سيدنا معروف الكرخي ده معروف هناك، قبره معروف يزار هناك في بغداد، يقال انه ترياق مجرب لقبول الدعاء عنده من يعني الحمد لله ربنا اكرمني وزرته. سيدنا معروف الكرخي كان اصلا مولود لاب مجوسي، وبعدين ابوه بعته علشان يتعلم المجوسية فهرب من الراجل اللي هيعلمه، فوقع في ايد واحد مسيحي قال له يعلمه، فقام يقول له قل الله ثالث ثلاثة، يقول له الله واحد، وطفل صغير كده، فبقى يضربه، فهرب برضه من الراجل ده، فدخل في حدود بغداد او سامراء
كان سيدنا علي الرضا هناك، اللي هو يعتبر حفيد سيدنا موسى الكاظم، اللي هو ابن سيدنا جعفر الصادق من آل بيت نبينا حسيني، وكان موجود في بغداد في هذا الوقت، وكان معروف بانه من اعلم اهل عصره، وكان حتى يحب الخليفة ويقربه، واراد حتى الخليفة العباسي انه يتنازل له عن ملكه ويتركه له، ولكن بعد كده امراء السوء منعوه. المهم التقى بسيدنا علي الكرخي رضي الله عنه وارضاه، وعاش في بغداد الى ان مات. يقال انه بعد وفاته جاء في الرؤيا لاحد تلامذته حاله في القبر كيف يسأل، فبيقول جاءت الملائكة ده تسأله، فقالوا له من ربك؟ فقال لهم معروف. قالوا ما دينك؟ قال معروف. قال وما نبيك؟ قال معروف. فاشتبه عليهم الامر، فسألوا الله فرد الله عليهم قال هذا عبدي معروف، انه معروف اتركوه فانه معروف. كانت اجابته كلها معروف معروف رضي الله عنه وارضاه. ودخل اللصوص مرة دار الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي بالمكابرة، يعني سيدنا ابي عبد الرحمن السلمي قاعد، دخلوا عليه لصوص بقوة بالعنوة كده في بيته بالعافية، يعني يبقى ينهبوه بقى، وحملوا ما وجد ولموا البيت كله قدامه. فسمعت بعض اصحابنا يقول سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن يقول اجتزت السوق فوجدت جبتي على من يزيد. بعد بقى فترة مشي في السوق كده بعد ما سرقوه خدوا الحاجة، وجد الجبة بتاعته عاملين مزاد عليها، مين يشتري الجبة دي؟ عاملين يعني مزاد. فوجدت جبتي على من يزيد فاعرضت ولم التفت اليه، علشان ما يسيئوش، يعني اراد ان لا يسيئوا، يقول له لا دي جبتي انا دي مسروقة هاتوها ازاي، ما رضاش ان هو ايه يسيب، هو سابها لله بقى، اعتبر ان كل اللي اتاخد منه ده في صحيفته، هو معلوم ان كل ما يسرق منك هو في صحيفة حسناته، معروف هذا. سمعت الشيخ ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج الطوسي يقول سمعت الوجيه يقول قال الجريري قدمت من مكة حرسها الله تعالى، فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى الي. الامام الجريري بعد ما رجع من الحج تملي طبعا اللي جاي من الحج الناس تزوره، فهو راح للامام الجنيد زاره علشان ما يتعبش الجنيد يروح يزوره، من باب اكرام المشايخ يعني. قال فبدأت بالجنيد لكي لا يتعنى الي حتى لا يتعب في زيارتي، فسلمت عليه ثم مضيت الى المنزل، فلما صليت الصبح في المسجد اذا انا به خلفي في الصف، فقلت انما جئتك امس لئلا تتعنى، فقال ذاك فضلك وهذا حقك. امسنا الجنيد برضو راح تاني يوم يصلي الفجر في الجامع اللي جنب بيته عشان يسلم عليه، فبيقول له انا جيت لك امبارح عشان ما تتعبش وتيجي زر. قال ذاك فضلك، يعني مجيئك ليا ده فضل منك وتفضل، ومجيئي اليك هذا حقك لانك جاي من السفر. ده قريب لما نسب للامام الشافعي لما في شأن الامام احمد بن حنبل، لانه كانوا لما قعد في العراق الامام الشافعي في بغداد فترة، فكان الامام احمد بن حنبل يزوره كتير، واحمد بن حنبل من اعيان بغداد بقى مشهور، الامام الشافعي كان من الاغراب، فبيقولوا له يعني الامام احمد بيزورك كتير وكده. فقام الامام الشافعي قال لهم ايه؟ قالوا يزورك احمد وتزوره؟ قلت الفضائل لا تفارق منزلة، ان زارني فبفضله او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ده كلام الامام الشافعي. يعني لا يرى لنفسه فضل. شفت المعنى؟ يعني الانسان الصالح الحسن الخلق ما يراش انه متفضل على حد، بل كل الفضل جاي له من الناس وهو مش اهل الفضل. لا يرى في نفسه مزية. لا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى. وسئل ابو حفص عن الخلق فقال هو ما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، اللي هي ان تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك.
وقال الخلق أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا، اللي هي الخلوة في الجلوة زي ما قلنا قبل كده، يعني تبقى قريب من كل الناس وفي نفس الوقت أنت مع الله، تبقى قريب من كل الناس بجسمك وجوارحك وبعطاياك وبهداياك وفي نفس الوقت باطنك كله مع الله، يسموها الخلوة في الجلوة، يعني تبقى في وسط الناس كده وأنت مع الله برضه. كانوا يقولوا كده الصوفي كائن بائن، تعريف الصوفي كائن بائن أي كائن مع الخلق بائن عنه بأخلاقه، بائن عنهم بأخلاقه، كائن مع الخلق بجسمه بائن عنه يعني منفصل عنهم بأخلاقه، هو ده الصوفي. إنما لما بقى للصوفية شوية دروشة وادعاء وبعيدة عن السلوك الناس كرهت التصوف وعابوا في الصوفية والتصوف، لكن لو فهموا التصوف بحقيقته وراوا أهل التصوف الحقيقيين كانوا يعرفوا إن هو ده سيرة النبي، هو ده الدين الحق. لا لا مش شذ ولا حاجة، بائن عنهم يعني أخلاقه مش زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، لا تكن إماعة، إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسنوا أحسنت، لكن الانسان يبقى ايه، يبقى لا يقابل الاساءة بالاساءة بل العفو والصفح، يبقى ده مختلف عن الخلق، لان الانسان العادي اما تضربه يضربك تأذيه يأذيك، انما المجرم يأذيك قبل ما تأذيه، ده المجرم، لكن الانسان العادي العادي اذا اذيته يأذيك واذا ضربته يضربك، بعدت عنه يبعد عنك، مش كده برضو، ده الانسان العادي. لكن الانسان بقى غير العادي اللي هو الولي، انك انت تأذيه يتجنب اساءتك ويعفو عنك ويحسن اليك، يبقى ده مختلف، ادي معنى بائن يعني مختلف عن الناس، ده المختلف. كحال الانبياء، الانبياء كانوا اقوامهم تأذيهم وهم حريصين عليه، لان الاولياء هم ايه، ورثة الانبياء. وقيل الخلق الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا قلق، يبقى الخلق قبول ما يرد عليك من جفاء الخلق وقضاء الحق بلا ضجر ولا قلق، اما تدي للناس حقهم تدي لهم بلا ضجر ولا قلق، انت اشتريت حاجة رحم الله امرأة سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، مفيش داعي بقى تقعد تديله ثمن الحاجة اللي انت اشتريتها منه بالعافية، اديها له بقى بحسن خلق، يبقى بتؤدي الحق بلا ضجر ولا قلق، ولما يجي لك ايذاء من الخلق تتحمله وتعديه، هي دي الاخلاق. وقيل كان ابو ذر على حوض يسقي ابلا له، فاسرع بعض الناس اليه فانكسر الحوض فجلس ثم اضطجع، فقيل له في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضجع، يعني هو لما لقى نفسه غضب بسبب تكاثر الناس عليه على الحوض وهو بيسقي إبله، طب ما تنتظروا لحد ما خلص، ده الحوض بتاعي، ده أنا بسقي الإبل بتاعي من الحوض بتاعي، أنتوا هتيجوا تسقسوا بعدي، مش كده برضه؟ لا، هم تكاثروا عليه كمان بإبلهم لحد ما الحوض اتكسر، لا هو عرف يسقي إبله ولا هم عرفوا ياخدوا حاجتهم منه، فقام لقى نفسه غاضب عليه، فقام عمل ايه؟ ما شتمش ولا حاجه، بصوا لو ايه قعد، وبعد ما قعد لو نام، قالوا له ايه ده؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم فليقعد، فان لم يذهب غضبه فليضجع، يعني يغير حاله. لا اصل انت وانت غضبان اما هتيجي توضحها له هتوضحها له وانت بتتخلى، ايوه. لا ما انا بقول لك انت لحظه الغضب دي احسن ما تتكلمش، واخد بالك؟ لان هتتكلم حتى لو معاك الحق هتتكلم وتعرض الحق بطريقه فيها نوع من الجور، لان غضبان مش هتتكلم بهدوء كده نفسي، وبعدين ساعتها وانت بتعرض حقك وانت غضبان يجي هو يرد عليك يستفهم تقوم تتغاظك،
ثم في الاخر هتنتهي الى مشدد. ده الواقع اللي بيحصل. فالاحسن انك انت عدي المرحلة دي، ما تردش عليه بقى وانت غضبان، ريح كده، وبعد يوم اتنين تقابله تكون انت هديت خالص وهو هدي، تقول له عارف انت في الموقف الفلاني كنت حصل كذا وانت فهمتني غلط، انا كان قصدي كذا، فانت يعني عملت فيا كذا وكذا وكان قصدي كذا، لكن انا مسامحك بس انا حبيت اقول لك وجهة نظر. ساعتها بقى هيبقى كلامك هادي لان انت هادي. فالاحسن عند الغضب الواحد يسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه امر بالصمت عند الغضب. وعارف الواحد لو اتعلم الحكاية دي مش هيطلق مراته عمره الا وهو عايز يطلقها، لانه تملي بيحصل ايه، كل لجنة الفتوى مشغولة كل يوم ب 200 300 400 الف واحد يجي له كل يومين ثلاثة كلهم مشاكل في الطلاق، يقول لك انا ما كانش قصدي كنت غضبان. طيب ما انت لو غضبان اسكت، اما تبقى غضبان اسكت سيب البيت وروح وقف. اما تلاقي نفسك زهقان من البيت ومش طايقها خالص ومطهقك ومطلعها روحك، افتح باب الشقه واطلع. الشارع واسع يا عم، امشي امشي في الشارع، اقعد في الجامع اللي مش في الحي، في الحي اللي بعيد عن الحي التاني كمان، شوف قد ايه. وخلاص روح صلي ركعتين، اطفش منها يوم حتى يومين، ما يجراش حاجه. وبعدين اوزن امورك بقى وانت كده مستريح، الست دي تنفع ولا مش هتنفع نعيش معاها، وانت مستريح تاخد القرار. ساعتها مش هتحتاج لجنه الفتوى ابدا، عمرك ما تحتاج لجنه الفتوى. لكن انت بتحتاج لجنه الفتوى ليه؟ لان انت كده اهو جابت لك العيش مش مقمر ولا مش طازه، ولا عملت ملوخيه وكنت كان نفسك في السبانخ، تقوم بعد كده تروح مطلقها. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام الفارغ ده، يعني تروق دمك شوية، اخرج احسن، اتعود ما تتكلمش وانت غضبان ابدا. هي دي حاجة خلق جميل لعلمك، مش كل واحد بيقدر عليه، لكن عود نفسك اما تغضب ما تتكلمش وانت غضبان. ربنا يوصلنا الى مثل هذه الاخلاق العظيمة. اللهم خلقنا باخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، اذهب عنا سيء الاخلاق فانه لا يذهب عنا سيء الا انت، واهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. وقيل مكتوب في الانجيل عبدي اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب. ما ربك بيعامل الناس بايه؟ بطريقة معاملتهم لبعضهم البعض. لو كنت بتعفو وتصفح عن الناس ربنا يعفو ويصفح عنك. لو كنت بتحب تنتقم من الناس اول باول تلاقي انتقام ربنا برضو اسرع، وهكذا. الرحمون يرحمهم الرحمن. انت عارف انت الراجل اللي كان اسرف على نفسي، القصة الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسرف على نفسه وكانش بيعمل اي خير في الدنيا، لكن كان بيعمل حاجة واحدة، كان بيسلف الناس بالماء الاموال بتاعته، وكان يبعت الساعي بتاعه يقول له اللي تلاقيه مزنوق ولا معذور امهله واعفو عنه لحد ما يا ربنا يفتحها عليه بس. لكن هو بقى في غير كده يعني سيء في جميع الاحوال. فلما عرض الامر على الله سبحانه وتعالى واعماله كلها، فقال نحن اولى بالعفو منك، كما كنت تعفو عن خلقي اعفو عنك. شفت عمله بطريقتي، هو كان بيعفو عن اللي في ضائقة أو عن ذي العسرة، فربنا عامله بمثل معاملته. انت بقى عايز تاخد الحق والمستحق، يقولك حقي، ولو ربنا عاملك بالحق هينصف. عامل الناس بالفضل يعاملك بالفضل، عامل الناس بالفضل يعاملك بالفضل، عاملهم بالحق والمستحق هيعاملك بالحق والمستحق، وينصب لك الميزان ويناقشك في الحساب، ومن نقش الحساب فقد عزل. مش انت عايز الحق بقى بتاع الحق؟ طب تعالى يوم القيامة خد الحق. هيعاملك بمعاملتك، انت راجل مش عايز الباطل، انت مش عايز فوق حقك. يقول لك انا مش عايز فوق حقك، عايز حقي بس. ويقول كده لمين؟ لاخواته وهو بيوزع الارث. طب ما تعملهم بالفضل، دول اخواتك. يا خيبان دول اخواتك، لحمك ودمك. عاملهم بالفضل. انت عايز الحته الفلانيه خدها يلا. وانت عايز ايه؟ يلا ما يجراش حاجه. الباقي الدهون. في احلى من كده؟ هيحبوك محبة لو اديت لهم ملايين الجنيهات ما تعرفش تشتريها. شوف قد ايه هيحبوك محبة، ويخافوا على حقك بعد كده. يعني هم لما يلاقوك متسامح نفسهم هم يحموا حقك. ما
يقول لك لا 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 مش مين. ولو خدوه طب ما هو اهلك، مش احسن ما الغريب ياخده؟ ما هو اهلك برضه، هيبقوا برضه من العيلة، ما راحش الحكاية برضه. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لهم ادوني داري وارضي اللي كانت هنا، قال لهم حاجة ما كان لي. ده لما ده فتح مكة لم يجد بيت يسكن فيه الا بيت ام هانئ، فسكن فين؟ بيت عند مين؟ عند بنت عمته، بنت عمه اخت سيدنا علي، بات في بيتها. طب ما كان عنده بيوت قبل كده، ما كان ستنا خديجة كانت من اغنياء قريش وكانت عندها بيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيوت، طب ليه ما قال لهمش ادوني بيوتي؟ ده انتوا خدتوها الدهاني وهو فاتح مكة كلها. لو قال لهم مكة كلها بتاعتي واخد انا الحتة دي واخد اللي هنا واخد اللي جنب الكعبة واللي على الركن اليماني وده بيبص على الحجر وعايز اعمل لي هنا قصر ويبص على الملتزم يعمل اللي يعمله كله، مش كده برضه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الحكاية دي خالص. اقرا سيرة النبي بنظرة تانية عشان تواجه الحياة بسيرة النبي، مش تقول لي حقي. حقك ايه يا ابو حق؟ حقك يبقى ربنا هيعاملك بالحق، هيحاسبك، وربنا عادل، والرسول يقول من نوقش الحساب عذب. خلاص عيش بقى كده، عيش في الحق والمستحق وتناقش في الحساب، اختار. عايز تعامل الناس بالفضل ربك هيعاملك بالفضل، فهمت؟ ايوه. في بيت ام هانئ، ايوه، ما هو ده البيت اللي اتربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريب من الكعبه، فكان احيان كثيره كان ينام فيه. مين قال لك ام هانئ انه كان بيخلو بيها؟ ده كان عندها ذربه عيال، ده كانت عندها عيال كتير ستنا ام هانئ. ده حتى لما طلب النبي ان يتزوجها عشان يربي عيالها، لان بنت عمه اراد ان هو يعمل يرد جميل عمه في تربيته انه يتجوز بنته وعندها اولادها يربيهم، فاعتذرت للنبي حتى لا تنشغل عنه باولاده. فلما اولادها كبروا عرضت نفسها على النبي فابى، فقال دي بتلك صلى الله عليه وسلم. ايوه بس انا بكلمه برضه بالمنطق بتاعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني ابو المؤمنين، فهو محرم للكل صلى الله عليه وسلم. لكن بالرغم من هذا كان النبي برضه لا يخلو بامرأة. وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مرائي، فقال يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصر. انت بقى عرفت اللي ما عرفهوش الناس كلها. وقال لقمان لابنه لا تعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة، الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، والأخ عند الحاجة إليه. وقال موسى عليه السلام إلهي أسألك ألا يقال ما ليس فيه، فأوحى الله سبحانه إلي ما فعلت ذلك لنفسي فكيف أفعله لك؟ إذا كان ربنا لم يفعل ذلك لنفسي، قالوا في الله ما 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 تسمعوا في القرآن حكاية على أقوال الكفار، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا الله ثالث ثلاثة، يعني قالوا كل حاجة، ربنا ينجينا. فسيدنا موسى بيقول يا رب يعني أسألك ألا يقول الناس ما ليس فيه، قال لم أفعل ذلك في نفسي أفعله لك. يبقى ربنا يريد أنه يرفع قدر أنبيائه، أنهم يؤذوا من الخلق فيرفع قدرهم. يبقى العالم اللي قاعدة بتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حتة، في الدنمارك وشوية هنا وشوية هنا وفي الإنترنت، كل ده بيرفعوا قدر نبيين. ده لرفعة قدره صلى الله عليه وسلم، لأن لا يساء مخلوق ويصبر على الإساءة الا ويرفع قدره. والنبي اصبر الخلق على 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 الخلق، اصبر الخلق على الخلق النبي، واحلم الخلق على الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى النبي يعني بيعلو قدره وهو في قبره الشريف يعني درجات عظيمه بتعدد اساءته، وكان الله سبحانه وتعالى سلط اعداءه عليه ليرفع قدره به. فدي سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. وقيل ليحيى بن زياد الحارثي وكان له غلام سوء، لما تمسك هذا الغلام؟ فقال لأتعلم عليه الحلم. يعني عنده عبد من في ملك يمينه يملكه بس سيء الاخلاق، بيقول له ليه ما تروح تبيعه واخلص منه ولا سيبه؟ قال ده هو ده بتمرن عليه الحلم يعلمه، يعني يبقى عند الحاجة اليه يجوز،
ولكن مطلوب ألا تخالط أهل السوء. يبقى إذا كنت حليم وتحلمت خلاص لا تخالط أهل السوء بقى وابعد، لا تمتحن نفسك، فاهم؟ لكن وانت عايز تتخلق لسه في البداية احتك احتك كده، المرء مرآة أخيه، مش الرسول بيقول كده المرء مرآة أخيه؟ فأنت الوقت لما بتشوف قدامك أخلاقه اللي انت شايفها وحشة هي دي أخلاقك انت، لأن الواحد ما يشوفش حاجة إلا وهي منطبعة في مرآته، فاهم؟ فلما تشوف الناس كلها أخلاقها وحشة اعرف انك انت اللي أخلاقك وحشة، لأن الناس دي مرايا مرايا. لكن تلاقي الناس طيبة للصلاة يقول لك يا سلام ده الناس كل الناس بخير، هو اللي بخير، فلما لأنه هو بخير بينظر في الناس تلاقيهم كلهم بخير، لأنه هو اللي خير، لأنه المرء مرآة أخيه. والتاني اللي مليان مساوئ يقول لك يا الدنيا كلها شر، لأنه هو كله شر، المرء مرآة أخيه. طب قابل واحد كده وأنت مبتسم تلاقيه ابتسم مرآة، لأن مش معقول هتبتسم قدام المراية والمراية تكشر، هتكشر المراية معقولة؟ ده ما مغشوشة، لازم المراية ابتسمت تبتسم، تكشر تكشر. طب كشر قدام واحد ليه كشر؟ طب اشتم واحد يشتمك، مراية. طب طبطب على واحد يطبطب عليك، مراية، مش كده برضو؟ جرب كده، عشان صدق النبي صلى الله عليه وسلم المرء مرآة أخيه، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. شوف النبي بيقول كده، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لكن البني آدم الطيب يقول لك يا سلام ده الدنيا بخير، يا ده ايه الحلاوة دي، ده أمة النبي دي مليانة رحمة، وهو شايف وانت شايف ان أمة النبي دلوقتي شايفها مليانة مساوئ، لان المساوئ فيك انت. افهم، اول ما ترى ما تنقى سريرتك ترى الناس في نقاء سرير، لا تسيء الظن بهم، تحسن الظن بالناس، تلتمس لهم الاعذار فتجدهم حلوين قوي، طالما لا اسأت الظن لا تسيء الظن بالناس وتحسن الظن بيه وتلتمس لهم الاعذار، هتزعل منهم ليه بقى؟ مش هتزعل منهم خالص. واحد داس على رجلك تقول اه يمكن كان هيقع، الحمد لله ان لقى رجلي سندته، مش تقول له يا مجرم كسرت رجلي انت اعمى، مش كده برضو؟ في فرق بين واحد ده التمس العذر قال اه ده يمكن اتزحلق والحمد لله ان لقى رجلي سندته بدل ما كان يقع يتكسر. شوف بقى نظرة ده غير نظرة ده. واحد بياخد ايدك بيقول لك حاسب وانت بتعدي وبتقول له شكرا، التاني يقول له وانا اعمى؟ انت شايفني اعمى ولا ايه؟ فرق بين ده وفرق بين التاني. خدت بالك الاخلاق بتبان في التصرفات مع الناس. وقيل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة تسوية الخلق والباطنة تسوية الخلق. يبقى زي ما ربنا كده خلاك سوي الخلقة من حيث الظاهر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتم نعمته عليك وعلينا جميعا ويجعلنا أسوياء الباطن كمان. وقال الفضيل لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق، لأن أصل سوء الخلق ده يعدي، سوء الخلق يعدي. لكن لو واحد ما بيصليش لكن حسن الخلق، طب ما أنا هستفيد بحسن خلق، وهو يمكن لما أنا استفيد بحسن خلقه وعشرتي معايا يمكن يجي يصلي معايا، يعني قابل للإصلاح، لأن حسن الخلق ده بيخليه قابل للإصلاح. لكن سوء الخلق ده مع العبادة ده دليل أنه غير قابل للإصلاح، ده العبادة ما نفعتش معاه حسن خلق، يبقى غير قابل للإصلاح، ده نبعد عنه أحسن. وقيل الخلق الحسن احتمال المكروه بحسن المداراة، المداراة اللي هي بذل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، والمداراة مطلوبة والمداهنة حرام، فرق بين المداهنة، الاثنين بذل، فهمت؟ الاثنين بذل، حاجة هتنفقها، إذا أنفقت دينك من أجل الحصول على الدنيا يبقى اسمها مداهنة وده حرام، وإذا أنفقت دنياك من أجل آخرتك يبقى دي مداراة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس اللي هم المؤلفة قلوبهم كان يديهم أموال، الأموال دي دنيا من أجل الديانة علشان يحسن إسلامه، مش كده برضو؟ فكان بذل الدنيا من أجل الدين هي دي المداراة.
ودوا لو تدنوا، يعني يتنازل عن اوامر دينه من اجلهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم امام الاقرع بن حابس، وكان يسميه لما يخرج يسميه يقول لك ايه، الاحمق المطاع، الاحمق المطاع. وكان لما يدخل يبتسم في وجهه ويقابله مقابله حلوه. فسئل عن ذلك، السيده عائشه سالته فقال: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. ليه بيبش في وجهه؟ حتى يتالفوا. ولانه كان مطاع في قومه، كان تحت ايده 30,000 جندي مدجج بالسلاح وقائده. فلو كان النبي كشف وجهه كان ممكن يقوم حرب كبيره يستهلك يريق دماء المسلمين. فالنبي اراد ان يستوعبه الاول ويستوعب حمقه الاول. كان متسرع وكان احمق، فالنبي كان يستوعبه باخلاقه الحسن علشان يمنع اراقه الدماء، لانه قائد جيش وتحت ايده جيش. فدي كانت مداراه مش مداهنه. لكن قريش كانت عايزه النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر آلهتهم بسوء، او انه هو يعني يدعو الى الاسلام وفي نفس الوقت ايه يمدح آلهتهم يوم ويدعو للاسلام يوم، يبقى دي معناه بذل الدين بقى من اجل الدنيا، مش كده؟ فانكر النبي ذلك. وحكي ان ابراهيم بن ادهم خرج الى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: اين العمران؟ فاشار الى المقبره فضرب راسه واوضحه، يعني ضربه على راسه لحد ما ايه بطحه، يعني بين عظمه راسه. نكمل الكميه الحته. فلما جاوزه قيل له انه ابراهيم بن ادهم زاهد خراسان، فجاءه يتعذر له اليه فقال: انك لما ضربتني سالت الله تعالى لك الجنه. فقال: لما؟ فقال: علمت اني اؤجر عليه، يعني على تحمل الاذى منك، فلم ارد ان يكون نصيبي منك الخير ونصيبك مني الشر. يبقى شوف بقى، ادي الاوليه، ادي نظره الولي. وحكي ان ابا عثمان الحيري دعاه انسان الى ضيافه فلما وافى باب داره قال: يا استاذ ليس الان وقت دخولك. قال له: تعال احنا مستضيفينك عندنا في البيت النهارده. فلما راح جاي خبط عليه قال له: مش دلوقتي، هو ده وقت تيجي فيه؟ وقد ندمت، وانا رجعت في كلامي، مش عازمك خلاص، ما رضاش يفتح له الباب. فانصرف، فرجع ابو عثمان فلما وافى منزله عاد اليه الرجل، راح له نفس الرجل وقال: يا استاذ ندمت، حقك علي، انا ندمت، تعال انا بدعوك تاني، معلش حقك علي، مش هعمل كده تاني. واخذ يتعذر اليه وقال: احضر الساعه. فقام ابو عثمان ومضى. فلما وفى باب داره قال مثل ما قال في الاولى. وبعدين بقى نفس الحكايه، جري وراه وقال له: انا ندمت، حقك علي، تاني مره اعتذرت. ثم كذلك فعل في الثالثه والرابعه، وابو عثمان ينصرف ويحضر. فلما كان بعد مرات قال: يا استاذ اردت اختبارك. واخذ يعتذر ويمدحه. فقال ابو عثمان: لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب، الكلب اذا دعي حضر واذا زجر انزجر، فانت تمدحني على ايه؟ يبقى هو في كل مره بيحسن الظن بيه، بيقول: اه يمكن ندم، يمكن ما يقصدش، يمكن اراد ان يعتذر وما يرضاش يكسر خطوه. فكل مره يصدقه، مع انه المرات اللي فاتت تكذبه، لكن كل مره يقول يمكن تاب. شوف بقى حسن الظن بالناس. وفي الاخر لما جاي يمدحه قال له: بتمدحني على ايه؟ ده خلق الكلاب، اذا دعي حضر واذا زجر انزجر. وقيل ان ابا عثمان اجتاز بسكه وقت الهاجره فالقي عليه من سطح طشت رماد فتغير اصحابه وبسطوا السنتهم في الملك. فقال ابو عثمان: لا تقولوا شيئا، من استحق ان يصب عليه النار فصلح على الرماد لم يجز له ان يغضب. شفت الرحمه بقى، هو ماشي في الشارع كده ناس وقعوا عليه طشت رماد، رماد بتاع الفرن يعني. فلما نزل طبعا تلامذته اتغاظوا قوي: ازاي استاذه يا مجرم، انت اعمى، هيشتمه. قال لهم: يا جماعه بالراحه، من استحق النار وصلح على الرماد لم يجز له ان ايه؟ ان يغضب. وقيل نزل بعض الفقراء على جعفر بن حنظله فكان جعفر يخدمه جدا
والفقير يقول له نعم الرجل أنت لو لم تكن يهوديا، يعني بيسيء في الظن وهو أصلا من العلماء الكبار. فقال جعفر عقيدتي لا تقدح فيما تحتاج إليه من الخدمة، فسل لنفسك الشفاء ولي الهداية. مش يقول له لا ده أنا من العلماء الكبار إزاي تقول عليا يهودي يا مجرم، لا، قال له يا سيدي حتى لو أنا إيه عقيدتي لا تقدح فيه، فسل لك الشفاء ولي الهداية. وقيل يعني ما يحبوش ينتصر لنفسه، فهمت المسألة بقى؟ تفهم من هنا انه لا يحب ان ينتصر لنفسه. مش انت عايز تبين تبرر باستمرار علشان تبان انك انت اللي صح على طول، لا تفرقش، يكفي ان ربنا مطلع. يقول لك لا لازم اعرفه قدره، اعرفه انه غلط فيا وانا هفية ولا ايه. في الحقيقة انت هفية لو انت عملت كده، الهفية هو اللي بيعمل كده. وقيل كان لعبد الله الخياط حريف مجوسي يخيط له ثيابا ويدفع اليه دراهم زيوفا، وكان عبد الله ياخذها، فاتفق انه قام من حانوته يوما لشغل. يعني عبد الله الخياط ده كان خياط بيخيط بالاجره، فكان الراجل ده عنده اتليه كبير بيستعب بيخلي ده يخيط له ويديله اجرته وياخد يعرضه عنده، فهمت ازاي؟ والراجل ده مجوسي لكن بيستعمله ده صنايعي يخيط ويديله اجرته، وكان اما يديله اجرته يديله ايه دراهم زيفه يعني مزيفه مش حلو. وكان عبد الله ياخذها وعارف انها مزيفه ياخذها، فاتفق انه قام من حانوتي يوما لشغل، فجاء بالدراهم الزيوف فدفعها الى تلميذه اللي هو الصنايعي اللي معاه بيساعده، فلم يقبلها. قال له ايه ده بتديني دراهم مزيفه، هو بيديها للوسطى بتاعه بيقبلها، فالتاني قال له لا دي دراهم مزيفه، فدفع اليه الصحيح فاداله بدلها صحيح. فلما رجع عبد الله قال لتلميذي اين قميص المجوسي، فذكر له القصه، فقال بئس ما عملت، انه منذ مده يعاملني بمثلها يعني بالدراهم الزيوف، وانا اصبر عليه والقيها في بئر لئلا يغر بها غيري. يبقى بيشتغل من غير اجره مقابل ان هو يلم الدرائم المزيفه يرميها عشان ما تنتشرش في السوق. شوف النيه تقدر على دي بقى، عشان كده بقوا مقوليه، بقوا مقوليه، الولايه تمنها غالي مش سهل. وقيل الخلق السيء يضيق قلب صاحبه لانه لا يسع فيه غير مراده، كالمكان الضيق لا يسع فيه غير صاحبه. وقيل حسن الخلق الا تتغير ممن يقف في الصف بجنبك، يعني اي واحد يقف جنبك يعني ينازعك على اي امر، الصف هنا مش صف الصلاه يعني، يعني وانت بتعمل اي حاجه تلاقي واحد بينافسك عليه، منافسه، منافسه الاقران. اذا كنت تاجر تاجر جنبك، اذا كنت طبيب طبيب زميلك يفتح عياده قدامك ونفس تخصصك، واذا كنت مهندس يفتح قدامك مكتب نفس تخصصك وياخد نفس المشاريع بتاعتك، هتتغير منه ولا مش هتتغير؟ الخلق الا تتغير ممن يقف في الصف جنبك، لانك تعرف ان ربنا هو الرزاق وان الامور كلها بيد الله، وانك تحب لاخيك ما تحب لنفسك، دون ما تتغيرش. شفت ازاي بقى؟ لكن المنافسة الغير شريفة في كل مجال سوء خلق. وقيل من سوء خلقك وقوع بصرك على سوء خلق غيرك، المرء مرآة أخيه، بس اكتب كده قدامها المرء مرآة أخيه، تعرف على طول معنى الكلام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشؤم فقال سوء الخلق، انت معاشر نفسك اكتر حاجة في الدنيا، مش كده؟ انت تقدر تفر من نفسك، لو دار تقدر تعزل منها، لو زوجة تقدر تطلعها، لو دابة تقدر تشتري غيرها، مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الشؤم في ثلاثة، في الدار والزوجة والدابة. يعني لما تبقى الدار ضيقة وجيرانها سيئين تبقى شؤم على صاحب، ضيقة والجيران متعبين تبقى شؤم، مش كده برضو؟ والدابة إذا كانت دابة حرناء، إذا كانت عربية كل شوية تعطل منك وتعمل معاها حوادث
وتضايقك والمرور يسحب منك الرخصه ومضيع وقتك كل يوم، كل ما تيجي تنزل تلاقي العجل بتاعها نايم وتتعطل عن شغلك، وتيجي تعمل مشوار تعطل بيك في الصحراء ممرمطاك يعني، يبقى شؤم اهو دب مرمطاك. او ايه الدار او الزوجة او الدب. الزوجة بقى سيئة الخلق، كل ما تخش تلاقيها كشرة، ما تقضيش مصالحك، تأمرها لا تطيعك، تقول لا ما تروحش الحتة الفلانية، تيجي ما تلاقيهاش، كنت فين؟ تقول لك كنت في حتة تانية غير الحتة اللي كانت فيها، كذاب ومسرفة، تسيب لها الفلوس كل كتير في يدها قليل، والكتير في يدها تشتكي متعب، تبقى عملية متعبة، شؤمة مش كده برضو؟ يبقى الرسول قال الشؤمة في الثلاثة دول، مع انك انت لا بتركب العربية طول النهار ولا قاعد في دارك طول النهار ولا قاعد في وش مراتك طول النهار، ده انت ممكن تخرج تسيبها شوية مش كده برضو؟ فيبقى أشأم حاجة نفسك السيئة، لانك انت لابد معاها طول النهار، تعرف سبب؟ يبقى سوء الخلق ده أشأم حاجة. شفت ادي كلامه بقى؟ شفت بقى فهموا من حديث النبي الشؤم في ثلاث، فقالوا ان الثلاثة دول هم الحاجات اللي انت بتحتك بيهم كتير، الدار والدابة والزوجة مش كده برضو؟ طب احتكاكك بنفسك اشد، فيبقى سوء الخلق اشد شؤما من الثلاثة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة بقى؟ لان سوء الخلق اشد حاجة، المنافسة غير الشريف، غير الشريف انك انت تضيق بي ذرعا. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد الاهوازي قال حدثنا ابو الحسن الصفار البصري قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معنى قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو الله تعالى على المشركين، فقال انما بعثت رحمة ولم ابعث عذابا. شفت؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، مش كده برضو؟ وعشان كده يعني قول الله عز وجل يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اي الذنب الذي وقع قبلك، لان النبي منزه ان يفعل الذنب اصلا، ليغفر لك الله ما تقدم من الذنوب التي فعلت فيك من قريش قبل هجرتك، ادي ما تقدم، وما فعل فيك من قريش بعد هجرتك في بدر وفي احد وفي الاحزاب وفي سائر المواقف، فغفر لك هذا بدعوتك لهم، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ففتح الله لك الفتح المبين فدخلوا في دين الله افواجا. فهمت بقى؟ لان النبي منزه عن فعل الذنب، فلا يجوز ان تفهم ان ذنبك هنا من باب اضافه المصدر الى فاعله، بل هو من باب اضافه المصدر الى مفعوله، اي الذنب الذي وقع في حقك، خصوصا ان الذنب بمعنى الكبيره، والنبي منزه عن الكبائر والصغائر، انت بتقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مش كده برضو؟ يغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا يعني الصغائر، يبقى الذنب كبيره، فازاي ينسب للنبي فعل الكبيره؟ فلا بد ان تفهم الايه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اي الذنب الذي وقع في حقك من الكفار قبل هجرتك، ما تقدم على الهجرة وما تأخر عنه، ولذا حدث الفتح الكبير بعد ذلك بصلح الحديبية ثم فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا في عام الوفود، فانتشر الإسلام في جزيرة العرب بعد دخول قريش في الإسلام بفتح مكة، وتحققت دعوة النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبقى كده الرحمة الكبيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى. ايوه، لان النبي هنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بقبول دعائك لهم، اي الذنب الذي وقع في حقك منهم، مش كده برضو؟ انت ساعات تقول ايه فلان لما يظلمك واحد ويقع في مشكلة تقول ايه بذنبي، يعني الذنب اللي وقع فيك ربنا ايه اصابه بالسوء، مش كده؟ بذنبي، يبقى تضيف المصدر لمفعولي، زي بتقول ايه ولمن انتصر بعد ظلمه، اي بعد الظلم الذي وقع عليه، بعد ظلمه يعني الظلم الذي وقع عليه، من باب اضافة المصدر لمفعوله، ولمن انتصر بعد ظلمه،
فأولئك ما عليهم من سبيل. وأحيانا يضاف المصدر لفاعله، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يبقى هنا من بعد ظلمه أي الفاعل للظلم، يبقى أحيانا يضاف المصدر إلى فاعله وأحيانا يضاف المصدر لمفعوله. فالأولى أن تفهم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أنها من باب إضافة المصدر لمفعوله، لأن النبي منزه عن فعل الذنوب أصلا. فهمت بقى المسألة؟ والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت 21/1 بإذن الله في العام الجديد. وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلام والقبول وحسن السداد في الدين والدنيا والآخرة، ولمشايخنا وذريتنا وسائر المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وافل عن ذكره الغافل.